السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. النهاردة في تكملة للفيديوهات، احنا كنا عملنا اول فيديو، قلنا عملنا دراسة كده على الموقع على قناة الدكتور هلال، ايه هي الفيديوهات اللي كانت اكثر مشاهدة، يعني ايه هي الفيديوهات والمواضيع اللي الناس بتبحث عنها اكتر في فترة الاغلاق بتاعت كوفيد 19. وذكرنا ان 3 فيديوهات من الفيديوهات اللي حظت بمشاهدات كتيرة، وفسرنا ليه الفيديوهات دي خدت هذه المشاهدات في فترة الإغلاق، من ضمنها فيتامين بي، ومن ضمنها المنشطات الجنسية، ومن ضمنها الخصية عن المني وكيفية انتقال المني من الخصية إلى خارج الجسم. وعدت إن أنا أعمل فيديو عن كل نوع واحد من دول، عن أجاوب فيه الأسئلة اللي جت تحت كل فيديو من الفيديوهات دي. وفعلا عملت فيديو و12 عن المنشطات الجنسية وجاوبت الأسئلة اللي جت تحتيه. النهاردة بعمل فيديو عن فيتامين بي 12، إجابة الأسئلة اللي تحت فيتامين بي 12 بمعنى أدق. فخلينا نشوف فيتامين بي 12 إيه الأسئلة اللي جت تحتيه. السلام عليكم، معكم الدكتور هلال، يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. تحت الفيديو على فكرة بتبقى كده في مقدمة صغيرة، تبقوا تقروها، بتدي إيه فكرة عن موضوع الفيديو، أهم النقط في موضوع الفيديو. الفيديو ده كان اسمه علامة في رجلك ممكن تدل على نقص فيتامين بي 12. في ناس طبعا شافت الفيديو كتير وفهمت الفيديو، في قلة من اللي هو بيشوفوا الفيديو كده باستعجال ومش تركيز أو يقوموا أثناءه ما لقطوش هي العلامة، لكن هو كان موجود، وموجود في أثناء الفيديو، وموجودة أيضا في الشرح اللي تحت الفيديو. خلينا نشوف كده. قد يتعرض الشخص لمضاعفات خطيرة، من بين الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين بي 12 طبعا النباتيين، لأن مصدر البي 12 الأساسي هو المصادر الحيوانية، الأغذية الحيوانية. وممكن علامة، هي ممكن علامة بسيطة تدل لك على احتمال ان عندك نقص فيتامين بي 12، وهي وخز او عدم ارتياح في الفخذ او الم في الفخذ. دي العلامة. نيجي بقى على الاسئلة بتاعت الناس اللي حطوها تحت هذا الفيديو، هنجاوب طبعا الاسئلة الاحدث، هنشوف نفلترها كده الاحدث الاقرب. يعني الف شكر، اهلا بيكي وسهلا. هل الحرقان بالفخذ ممكن سبب نقص بي 12؟ نعم، هو ده اللي احنا بنقوله في الفيديو حنان. هو طبعا ممكن يكون اسباب اخرى، يعني مش لازم يعني، بس هو من الاسباب المشهورة قوي اللي هو تأثر السياتيك نيرف. طبعا البي 12 من زي ما قلت في الفيديو وظائفه عديدة وخطيرة جدا، من ضمنها انه مهم جدا لتكوين الدي ان ايه بتاع الخليه، يعني كل خليه محتاجه فيتامين بي 12، ومهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء والهيموجلوبين، ومهم جدا لتكوين ونمو ووظيفه الاعصاب. فممكن النقص يؤثر على هذه الوظيفه الاخيره اللي هي الاعصاب، ومن ضمنها عصب السياتيكا، وبالتالي الواحد بيشعر بعدم الارتياح في المنطقة اللي بيغذيها السياتيك، اللي هو سياتيك نيرف أو عصب الفخذ، اللي هي وأول علامات لي اللي هو عدم ارتياح وعدم إحساس بالنغز أو زي الكهرباء أو زي شكة الإبرة في الفخذ. الواحد يتأكد إن ده سياتيكا من إيه؟ لو الواحد حاول يوطي ينساني كده كأنه هيجيب حاجة من الأرض، بيلاقي الألم بيزيد، دي حاجة. حاجة تانية، بيحس إن الألم بينتشر من الفخذ وقد يصل إلى أصابع القدم. الحاجة الأخرى إن هو الألم ده تلاقيه بيزيد لما الواحد يكون بيقعد فترة طويلة، لأن لما بتقعد فترة طويلة بتضغط على هذا العصب وبالتالي بيزيد شوية الألم، والواحد يرتاح لما يقوم يقف أو يتمشى مشي خفيف. دي بعض العلامات، وعلاجه أظن شرحناه في فيديو آخر، وهو علاج وهدفه إن أنا
امدد العضلات اخليها تطول شويه ستريتشنج عشان ما تضغطش على العصب. وفي تمارين هدفها اني لو في الغضروف في الفقرات الاسفل الظهر القطنيه ديت بارز او عامل زي فتق كده هيرنيا، في تمارين عشان ترجعه الى مكانه. اخونا او اختنا ساميه شرح مفصل، اهلا بيك يا ست. يارا يارا، اللي لازم الانسان يشرب لازم الانسان يشرب ويرجع هذا الفيتامين عندي في الجسم، ارجو الرد، مش فاهم وشكرا. سلام دكتور، انا من المغرب لو سمحت، انا عاوزه اسم فيتامين. يعني هي بتسال على مكمل غذائي. احنا زي ما قلنا الفيتامين بي 12 لو انت بتاكلي اكل مصادر مش مهمله المصادر الحيوانيه، الجبنه، الحليب، البيض، اللحوم بكافه انواعها، الدجاج، كل دي غنيه بالفيتامينات. اما لو عايزه، لو عندك نقص شديد ومحتاجه علاج، فعندك اختيارات، يا اما تاخدي حبوب اي نوع من الحبوب اللي هي به المركب، او ابر لو الموضوع عندك محتاج ابر، ابره، في ابره بتاعت حقنه بي 12 المركب، بي كومبلكس، امبول بتتاخد كل يومين او كل 3 ايام، كورس عباره عن 3 حقن، بيحصل بعديها الواحد بيتحسن بشكل ملحوظ. طيب اخونا ده بيقول ايه، من يوم ما جاتني جرثومه المعده وانا اعاني من الامراض هذه، ولا حول ولا قوه الا بالله. يمكن سبب جرثومه المعده هنا ان جرثومه المعده بتؤدي الى عدم، مش هي مباشره، بتؤدي الى تغيرات في الوسط بتاع الجهاز الهضمي اللي مطلوب لامتصاص الفيتامينات، ومن ضمنها حاجه اسمها انترنسيك فاكتور. فانت لان النقص في فيتامين بي 12 ممكن يكون بسبب غذائي، وده قليل لان معظم الناس بتاكل اكلات مصدرها من حيوانات، وفي ناس بيبقى عندهم مشكله في الامتصاص فبيؤدي الى نقص الفيتامين بي 12. وعليكم السلام ورحمه الله. هل دكتور، هل بي 12 يخفف السلوليت بجسم ايه؟ مش واخد بالي ايه السلوليت ده. يعني انا بعمل لايك مش عشان الاسئله عجباني، لا، عشان اي واحد بيحط سؤال او تعليق بنحترمه، اهلا بيه وسهلا، ونشجعه عشان بعد كده يحط تعليقات واسئله، لان هي دي الاسئله بتاعتكم اللي بتدينا فكره عن ايه اللي شاغل بال المتابعين ونقدر نركز عليه. يا سيدي كلنا مستغفرين ان شاء الله. السلام عليكم دكتور، ارجوك تساعدني، عندي الم في كعب القدم، كعب القدم، ماذا تنصحني وماذا افعل واين اتوجه ارجوك، انا من العراق. اخونا ده مش عارف حد جاوب عليه ولا ايه. اولا لست طبيبه، ولكن حسب معلوماتي اصل الم كعب القدم قد يكون مشكل في الرحم، اسباب كتيره، واللي مشهور منها ان واحد يكون عنده الم، ان لم يكن عنده علامات في كعب القدم، تشوه في العظام او شيء يسبب الالم ده واضح. لو كان في التهاب واحمرار والم شديد وبيزيد بعد اكل اللحوم، ممكن يكون احتمال الجوت اللي هو النقرس. فاخونا او اختنا دي تكتب لي التفاصيل، ايه المشكله بالظبط، هل هو الم فقط لا غير، هبقى اجاوبها كتابة هنا عشان يوصل لها الإجابة. أهو مكمل أهو. هل يسبب الحساسية أو ضيق النفس؟ لأن ضربوني إبرة أنتيبيوتيك وسببت لي حساسية. السلام عليكم دكتور هلال، ربنا، أنا عندي فقر دم. طيب عندك فقر دم، ده نفس اللي بيسأل عن ألم في كعب القدم، وتعبت منه وانزلاقات الفقرات العنقية رقبتك، والله انقذني أرجو أن ترد، هل أستطيع أخذ هذا الفيتامين؟ نعم. وما يسبب لي حساسية؟ لا، هو الفيتامين بي 12 ما بيسببش حساسية عادة، يعني احنا بنضربه من 30 سنة وضربناه نقول عشرات آلاف المرات، ما في حد أبدا بيقول إنه بيسبب له حساسية. هو مشكلته كلها إن المادة بتاعته بتبقى زي الشطة، بتقعد كده دقيقة ولا دقيقتين إحساس بالشطة. فممكن طبعا تاخد فيتامين بي 12
هيفيدك في جميع الحالات، بس ده مش هيكون علاج انزلاق الفقرات العنقية ولا فقر الدم، إلا لو كان هو السبب في فقر الدم. فقر الدم اللي هو الايه، النوع اللي اسمه برنيشيوس أنيميا. لو عندك برنيشيوس أنيميا لازم تاخد فيتامين B12 حقن، ومش الكورس اللي انا قلت عليه من شويه اللي هو 3 حقن كل 3 ايام، لا ده انت محتاج الكورس ده تاخده، بعد كده تاخد تستمر تعيده 3 مرات، وبعد كده تاخد حقنه كل اسبوع لمده 3 4 اشهر، وبعد كده حقنه كل شهر لمده سنه. اللهم اشفي كل مريض واشفيني. امين امين. ماشي الدعوات دي، يلا كويس. فيديوهات المصريين بايه قبل ما يدخلوا؟ ما احنا الظاهر ان حضرتك من الناس المهمه قوي، واحنا بصراحه القناه بتاعتنا للناس اللي هي العاديه اللي زي حالاتنا، انما المهمين قوي قوي اذا ما كانش عندك صبر فالله يكون معاك. واحد اهو مجاوب على حاجه معينه، الظاهر دي النقطه اللي انا قلت فيها ايه هي العلامه اللي في رجلك. يبدو كده ان عند الدقيقه 3:26، لان في بعض الاخوه قليل منهم قال لك انا ما عرفتش ايه العلامه اللي في رجلي، سرحوا اثناء الفيديو وما ركزوش. دي بقى رفيقه الضرب، او الحروف الانجليزي في النص بتلخبط الكتابه شويه. السلام عليكم، انا اخذت مغنيسيوم، لان الواجهه اللي عندي بصراحه انجليزي، فعشان كده اللي بيكتب حرف انجليزي في نص العربي اللي بتتلخبط. انا اخذت حبوب مغنيسيوم، نعم، راح التنميل، لكن الألم بعده برجلي، عندي فقرة 4 و5. 4 و5، نعم. أنا فهمت كده إن هو بيسأل ياخد فيتامين B12. تاخد B12، وأهم بقى من كده وكده التمارين اللي هي الاستريتشنج عشان توسع الفقرات، واحد ترجع خروج الفقرة من مكانها أو كده تمددها لبره إلى مكانها الأصلي، وتقوي العضلات اللي حوالين هذه الفقرات. في أدوية كتير فيها مغنيسيوم، وفي مكملات كتيرة فيها مغنيسيوم. تروح للصيدلية قول له حسب الدولة اللي انت فيها، قول له عايز حبوب مغنيسيوم فيها او فيها مغنيسيوم. ده تقريبا برضو يركز على حكاية تنميل الرجلين، ان هي العلامة اللي في الرجل اللي ممكن تكون سبب في او تدل على نقص فيتامين B12. انا مريضة، الله يشافيك يا ستي. ام ار دوت بيقول، هل دكتور هل السيلاني يبين في تحليل البولون المزرعه والحيوان المنوي والمسحه ولا ما يبين؟ ممكن ما يبينش، ولو انه خارج عن موضوع الفيديو. المهم تشا عبده، السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي تنميل في يدي اليمنى يمتد الى لحد الكتف، من ايديها اليمين لحد الكتف والرقبه من الخلف، هل هذا مؤشر؟ ممكن يكون مؤشر، وممكن يكون في حاجة في الفقرات العنقية ديت، محتاجة طبعا إشعة على منطقة الفقرات ومحتاجة تحليل دم. لكن في جميع الأحوال لو خدت فيتامين B12 يعني هيفيدك ومش هيضر. وللعلم فيتامين B12 لما بتاخده الزيادة منه بتخرج في مع البول، ولذلك لما بتاخد فيتامين B12 كمكمل لما بيكون زيادة عن احتياج جسمك بتلاقي لون البول تغير الى اللون الاخضر شويه. والله عندي كل هذه الاعراض، تنصحوني بايه؟ تعبت. النصيحه متعدده، اول حاجه التزام اسلوب الحياه الصحي، ثاني حاجه عشان تضمن ان عندك كل المكونات او المعادن والفيتامينات المطلوبه للجسم، دي اول خطوه، اول خطوه في علاج المشاكل. وبعد كده تاخدي الحاجه المخصصه ليك، بتعملي تحاليل تشوف هل في حاجه ناقصه معينه، وتذكر الأعراض بالظبط عشان الواحد يتوجه إيه هو احتمال النقص اللي عندي. دعوة، ماشي، ميرسي بكو، ميرسي يا سيدي، ميرسي بكو، والله ما عندك، الله يخليك يا سيدي، متشكرين. احنا على فكرة ما بنحذفش حد، يعني احنا سايبين بس ده ما هو واحد مش عاجبه الفيديو، يعني يعني ما غلطش الراجل، فلان في ناس بتبعت لي تقول لي انت ما بتعملش بلوك ليه دكتور، او المشرفين بيعملوا بلوك للناس اللي لا اللي بيغلط غلط واضح بيقل ادبه على حد او بيكتب حاجه خارجه قوي قوي، ده اللي بنحذف له المشاركه بتاعته. لكن الحاجات اللي ما فيهاش غلط، واحد مش عاجبه الفيديو، ما الراجل مش غلطان يعني. شكرا دكتور وازيك، اهلا بيك وسهلا.
تسلم لي يا سيدي، ده بيسلم، الله يشفيك ويفرج عليك. طيب ماشي، ده اكيد مش ليا، ده بيرد على حد من المتابعين. ما هو الحد الطبيعي لهذا الفيتامين؟ الحد الطبيعي لهذا الفيتامين في فيديو عندك معمول بازاي التحليل، اما تيجي تعمل تحليل تبقى عارف هو ايه الحد الطبيعي. يا ريت تشوف الفيديو لو سمحت. ايش هي اللحوم والدجاج؟ ايه هي يعني؟ هل ده سؤال؟ ايش هي يعني؟ تقصد اللحوم بصفه عامه، والدجاج والسمك والبيض ومنتجات الالبان كلها. التدخين هو السبب الرئيسي لو هيعمل لك مشكله في الامتصاص. يعني التدخين زي ما قال، التدخين ده مشكله في كل حاجه بصراحه. يعني انا عدو لدود للتدخين، فمش هفتح فيه لان اذا اتفتحت مش هخلص. يعني 330 ايه؟ ما هو في كذا وحده الناس بتقيس بيها، فما نقدرش نفهم التحليل الا لما تكتبه بالتفصيل. انا عندي نقص نفس الاعراض اعمل تحليل. لما طب هو ممكن تعمل تحليل وبعدين ممكن تاخد برضو الفيتامين، لان الفيتامين ده يعني مش علاج لضرر. فيتامين بي 12 تقدر تاخده حتى لو انت سليم. احنا بنديه للناس اللي في سن كده وهو ما عندوش مشكله محدده يعني، ماشي؟ لان انا قلت لكم ان فيتامين بي 12 لما بتاخده يكون عندك ما يكفي، بيخرج مع تحليل مع البول الزايد، مش من الفيتامينات اللي بيحصل لها تراكم ويترتب عليه امور خطيره في 99 من الحالات. دي بوفيد ديت برضو فيتامينات، ديت حقن فيتامينات، وهي في فيتامين برضو بي 12. اي نوع من الفيتامينات، اي نوع من الحقن، طالما بي 12 هي بتؤدي الهدف. هل القولون؟ لا، القولون في حد ذاته لا، لان الفيتامين بي 12 ما بيمتصش في القولون، لكن القولون ممكن يعمل مشاكل اخرى كتيره. عندي الم بكعب قدمي، ما السبب؟ اظن احنا ردينا عليك على هذا الكلام في بداية الفيديو. يا ريت انا بحاول يعني اذا ربنا قدرني ارد كتابة على الناس دي عشان توصل لهم اختراط بالاجابة يعني. ولو ان انصح اي واحد يحط سؤال في اي مكان يبقى ينشط الاختراط عشان تجيله الفيديوهات، عشان لما اعمل فيديو رد على اسئلة يجيله فيعرف ان السؤال بتاعه ترد عليه. كده انا وصلت المستوى، عديت الشهر من الاسئله، وانا قلت هرد بس على احدث الاسئله، وبالتالي اكون خلصت الاسئله اللي تحت فيديو فيتامين بي 12. وان شاء الله يبقى الفيديو الثالث اللي هعمل له فيديو اجاوب على الاسئله اللي تحتيه، اللي هو الخاص بالحيوان المنوي وكيف يخرج ويمشي المشوار الطويل من أول الخصية إلى الخارج القضيب. فتابعونا إن شاء الله في الفيديو الثالث لهذه المجموعة، ونشوفكم وأنتم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.